كابتن عصام، اهلا بيك. اهلا بحضرتك واهلا بكل الساده المشاهدين وكل سنه وانتم طيبين. اهلا بك يا كابتن عصام، الف مبروك طبعا على الخطوه الجديده ورئاستك للجنه الحكام بالاتحاد الاماراتي لكره القدم، واكيد خطوه مهمه. الله يبارك فيك، ولكن برضه لازم اصحح منصبي، انا المدير الفني للحكام بالاتحاد المدير الاماراتي. الفني للحكام بالاتحاد الاماراتي، طب دي حاجه برضو مهمه، لكن هل دي يعني تعتبر حاجه تعتبر بالنسبه لك جديده، او حاجه كانت من اهدافك اللي كنت بتسعى ليها، ولا دايما كانت حته رئاسه لجنه الحكام هو الهدف بالنسبه للكابتن عصام عبد الفتاح؟ الحمد لله طبعا، يعني بشكر ربنا طبعا. انا الحقيقه من 10 سنين كنت نفس المنصب ده اشتغلت فيه في الاتحاد الاماراتي الحقيقي، وهم الناس الحقيقه يعني انا بشكرهم، ويعني بشكر الاتحاد الاماراتي على ثقته الكبيره جدا فيا، وفي ان هم طلبوني ان اروح مره ثانيه، وده كان شرف كبير ليا الحقيقه. وما تاخرتش، لان عارف الناس فعلا بيهتموا بالتحكيم بشكل كبير، وفعلا عاوزين يطوروا التحكيم بشكل كبير، فهي خطوه بالنسبه لي خطوه كويسه جدا. وكان عندي اكثر من حاجه، لكن اخترت ان اكون في هذا الموقع. ايه هي الحاجات اللي كانت قدامك يا كابتن عصام؟ نعم، ايه هي الحاجات اللي كانت معروضه عليك خلال الفتره اللي فاتت واخترت من خلالها الاداره الفنيه للجنه الحكام بالاتحاد الاماراتي؟ يعني كان عندي فرصه للعمل في الاتحاد السعودي، كان في فرصه الاتحاد السعودي، وكان في فرصه في مهمه في الاتحاد الافريقي الحقيقه. تمام، بس موضوع الاتحاد الافريقي هو ده السؤال القادم بالنسبه لي، هل هو استبعاد للكابتن عصام عبد الفتاح، ولا الكابتن عصام عبد الفتاح هو اللي قرر الرحيل عن لجنه الحكام بالاتحاد الافريقي لكره القدم؟ بص بص يا امير، انا هكلمك بكل مصداقيه. اتفضل. احنا في مصر صعبين قوي، ولما يكون في حد زعلان منك مثلا بدون وجه حق، فممكن يوصي حقك يعني ما ليس فيه. تمام، للاسف الشديد. وانا دايما ما بحبش اخش في معطرات مع حد دائما يعني. ولما بكون موجود في منصب كرئيس لجنه الحكام المصريه، ما فيش مخلوق على وجه الارض كان بيتدخل في عمل ايا كان، كبير نادي، كبير نادي صغير، ولكن ال ال العداله دايما عندنا صعبه شويه، انك تعمل العداله، وانك عندنا اخطاء وبنغلط، مفيش ده الحكام بشر، لازم يغلطوا، ولكن دايما احنا بنهدم بعض، دايما احنا مش عاوزين اي حاجه كويسه عندنا الحقيقه. والله العظيم بكلمك بكل امانه يعني. تمام. وعندي حاجات كتيره، بس مش وقتها وعمري ما اتكلم فيها، ولكن انا قاعد معايا احد المسؤولين الكبار في الاتحاد الافريقي، من لو انت تفتكر مباراه دوره 20 سنه، دوره افريقيا تحت 20 سنه كانت مقامه في مصر. استدعوني وقعدوا معايا، وانا عارف ان اللجنه هتتغير وهتيجي لجنه جديده تماما، وعارف ده، والناس قالوا احنا عاوزينك في حاجه اكبر. انك تحط استراتيجيه وتحط بلاند للتطوير التحكيمي الافريقي. لكن الحقيقه انا فكرت في حاجات، خلاص يا امير انا قدامي سنه بالكثير او سنتين اشتغل في التحكيم. سنه او سنتين؟ لاسباب شخصيه. سنه او سنتين، مش هشتغل اكتر من كده يعني. انا مش هقعد بقى لحد ما الواحد يموت، بالعكس لازم ندي فرص. ربنا يديك الصحه، ربنا يديك الصحه. ولازم نعمل كوادر جديده، وده كان عملي في مصر، ان احنا نعمل كوادر على اعلى مستوى. واتمنى ان الكوادر دي تنضم، يعني في منها موجود فني حكام، واتمنى اللي بره ينضموا لجنه الحكام، لان دول هيفيدوا التحكيم المصري بشكل كبير. فالحقيقه الاختيارات راحت للاتحاد الاماراتي، لان الحقيقه الناس الحقيقه اتعاملت معاهم قبل كده من 10 سنين. الناس فعلا عندهم نيه خاصه لتطوير التحكيم بشكل كبير. وكان ليا الشرف، ان وبرده كان شرف كبير ان اشتغل في الاتحاد الافريقي او الاتحاد السعودي، ولكن دايما انت بتحاول تشوف الانسب ليك ايه، واللي هيساعدك على النجاح بشكل كبير ايه، وتروح له. طيب كابتن عصام، انت في اطار كلامك اتكلمت على ان كان في اخطاء ساعه ادارتك لجنه الحكام المصريه بالتحديد، وقلت ان ده وارد وده طبيعي، لكن البعض في نفس الوقت بيتهم الكابتن عصام فتاح بالمكابره، ان هو كان في التوقيت ده حتى في ظل بعض الاخطاء اللي كانت ممكن تكون واضحه لكل المتابعين، لكن كان دايما الكابتن عصام عبد الفتاح بيطلع يدافع دفاع مستميت عن حكامه. وهل دي بالتحديد لو كان انت يعني مقتنع؟ اتفضل يا كابتن. سؤال رائع يا عميد انت بتقوله ده. تمام. ده الانديه بتدافع عن ولادها بالباطل يا راجل. بيدافعوا عن ولادها، عن لعيبتها بالباطل بالباطل. مش عاوزني انا كقائد للتحكيم ادافع عن حكامي؟ وكنت بدافع عنهم ايه؟ مثلا يا سيدي، انا اكون اقصى صراحه معاك. لما حكم طلع وقال كلمه احتواء، ايوه، وانا دافعت عنه،
يا راجل يا راجل، ده احنا عندنا ناس لازم تدرس القانون التحكيم. في ناس ما تفهمش في ملف كرة، في ملف التحكيم، وبياخدوا قرارات في التحكيم. يعني دول ناس في منظومة التحكيم ولا ناس من الجمهور قصدك؟ منظومة التحكيم وبره التحكيم. تمام. في منظومة التحكيم يعني احنا عندنا محاضرة اسمها ماتش مانجمنت، إدارة المباراة. ازاي تدير المباراة. اللي محمد عادل اتكلم عنها، ان ازاي احتوي اللاعبين في المواقف الصعبه. تمام. يا راجل يا راجل، ده احنا صعبين قوي يا راجل. ده محمد عادل لما تيجي تعمل تقييم لكل الحكام من اول ما جه حكم اجنبي على ارض مصر الى هذه اللحظه، هتلاقيه من افضل ثلاث حكام حكموا هذه المباراه يا راجل. تمام. ده مصر كلها اشادت بيه، الفائز والمهزوم. لا لكن 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 المصطلح نفسه، المصطلح نفسه بتاع الاحتواء ده كابتن عصام، هل انت كنت بتشوف انه مش غلط؟ يا امير اتفضل. المصطلح مش غلط، مش غلط. بيتكلم على اداره المباراه، دي محاضره مهمه عندنا جدا في التحكيم. مع احترام ان بعض المحللين برضو جم ضد محمد عادل غلطانين، لان للاسف انت تعرف يا امير ان في التحكيم اوقات تحسب فاول مش فاول عشان تحافظ على المباراه، انذار ما تدوش. انا بقول كده وانا عارف الناس اللي بتفهم في التحكيم عارفه اللي انا بقوله ايه. انما انت لما تدافع عن 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 جنودك، تدافع عن رجالتك، هو ده عيب يا راجل. ده انا بقول لك الانديه بتدافع بالباطل. لا بس ممكن يا كابتن عصام بدون مقاطعه كلامك، يعني معلش اسمح لي، ممكن البعض يقول لك ايه، ما انت دلوقتي لما يكون في اخطاء للحكام، لا طبيعي ان انت تحاول تعالجها، فما تدافعش عنهم، لان هم كده ممكن يتمادوا ان انا كده كده عندي اللي بيدافع عني، فخلاص مش هطور من نفسي، مش هعدل من قراراتي، مش هعدل. طب انا هقول لك على حاجه يا امير، ولا هي دي السياسه بتاعت حضرتك؟ اتفضل يا فندم. لا سياسه ان انا ممكن يا امير، انت حكم عني، تمام، ممكن يكون عندك اخطاء، انا دافع عنك بره قدام الناس، لكن جوه في بيتنا اعنفك واوقفك واعمل كل حاجه. هو دي سياستي. هو انا سياستي انا دافع عن الناس في الخطا؟ مستحيل طبعا، الكلام ده مستحيل. احنا عندنا نقص كبير جدا يا امير في ايه هو التحكيم وايه مفهوم تطوير التحكيم. اقول لك حاجه ليك انت، وهناك من يشهد بده، احنا كنا بنطور التحكيم على اعلى مستوى. خلي بالك ما فيش حد عاوز يطور التحكيم في مصر، ما فيش حد عايز يطور التحكيم في مصر الا عدد قليل. ايوه طبعا. اقول لك حاجه ليك انت، انا لما جه مارك كاتنبرج، انا مش كنت ما كنتش بعترض على الاسم، تمام، انا كنت بعترض ان احنا نجيب حد على اعلى مستوى، يكون احسن من اي حد موجود في مصر، لانك هتدفع له عمله صعبه، 50,000 دولار كان بيتكلف، اللي كان بياخد 40 تقريبا، وبيتكلف فندق مش عارف 10، ده مبلغ خرافي ما بياخدوش حد في العالم في التحكيم. طبعا. في العالم. فانك تديه راجل مش مؤهل اصلا، مش مؤهل يمسك التحكيم اصلا، ما خدش دوره محاضرين اصلا في بلده. كلاتنبرج ما كانش مؤهل اصلا يا كابتن عصام، رغم مثلا مسيرته في الدوري الانجليزي، رغم قيادته لجنه الحكام في الاتحاد السعودي. أنا خبير في الفيفا، وانا بقول لك انا خبير في الفيفا. في فرق يا امير، في فرق يا امير. ما انا بقول لك الناس مش فاهمه حاجه في نفس التحكيم. في فرق ان انت كنت حكم كبير، ودي حقيقه، هو كان حكم كبير يا امير. طبعا. انما كإداري للتحكيم وكمحاضر مفيش، لا محاضر في الويفا ولا محاضر في الاتحاد الدولي. وده ما بقللش منه، لكن بقول الحقيقه. فكنا المفروض نجيب حد. احنا في معمل كراتنبرج يا راجل، يا راجل ده ما نديرش الملعب، ادي محاضره في الملعب يا راجل، ركز التريننج. بتتكلم في ايه؟ ده احنا لو بلاد الوقت. طب ما هو البعض يا كابتن عصام اسمح لي، البعض ممكن بيتكلم على ايه؟ بيتكلم ان في عصر كلاتنبرج كان الراجل بيطلع يعمل فيديوهات يتكلم على الاخطاء، الراجل كان بيذيع مثلا المحادثات ما بين الحكام وحكام الفار. يا امين اتفضل. انت جاي تعمل لي فيديوهات وتقول كمان بالباطل حاجات بالباطل. هو كان بيقول الحاجات الحقيقيه، كان بيقول بعض الحقائق وثلاث ارباع الحقيقه ما بيقولهاش. يعني احنا بتاع تحكيم، ما تقلقش، انا خبير في انا عارف طبعا يا كابتن، انا بتكلم كده، انا بقول لك كده، ومش هرجع تاني للتحكيم المصري، واعلنت كده يا امير، مش خلاص هرجع. رسمي، لان الامور صعبه، صعبه جدا، صعبه من ناحيه هل صعبه من ناحيه الضغط الجماهيري، من ناحيه ضغط بعض المسؤولين على كابتن عصام عبد الفتاح في بعض الفترات وهو على راس القياده لجنه الحكام المصريه مثلا، ولا صعبه من ناحيه ايه بالظبط؟ بص يا امير، لا صعبه، انت بتواجه حاجات كتير يا امير، ضغوطات كتيره من كل شيء، وانت عاوز تطور،
وعاوز تدي مستحقات الحكام وعاوز تواجه الاعلام وعاوز تواجه الانديه الكبيره وعاوز في ضغوطات كتيره. لازم التحكيم يكون مستقل في مصر طبعا اتحاد الكره بس يبقى مستقل. عاوز تنجح التحكيم وتوفر الامكانيات لتطويره. يعني احنا بنقول تطوير تحكيم وخبير اجنبي وانت الحكام ليهم 30 مليون يا امير. تكلم في ايه؟ تكلم في ايه؟ طيب هتوفر ازاي بقى معسكرات وتطوير و القصه صعبه قوي صدقني. انا بكلمك بكل امانه وانا مش هرجع تاني خلاص. يعني ده قرار نهائي ولكن لبلدي. لازم نخاف شويه على بلدنا ولازم يكون على الاقل لما نستخدم حد يبقى يعني على الاقل يشوف السي في بتاعه ونشوف الراجل ده يستحق يجي ولا لا. طب رايك ايه في بيريرا؟ رايك ايه في بيريرا وادارته حتى الان في لجنه الحكام؟ بص انا الراجل قاعد معايا من اسبوعين كان عندنا معسكر اسمه الفطور 3 ده بيعمله الاتحاد الدولي لكل الدول الناطقه باللغه الانجليزيه. فانا كنت من ضمن المشرفين على المعسكر وبالصدفه اقيم في مصر. والراجل قاعد معايا هو قاعد تقريبا 5 شهور وقال لي عصام انا مش هعمل اي حاجه غير مع بدايه الدوري الجاي. قال لي انا بتفرج بس فما اقدرش احكم عليه. هو بيقول انا بتفرج يعني هو دي له 6 5 شهور وكمان شهرين لسه قبل ما الموسم يخلص. فبيقول انا بتفرج. يعني انا اديته بعض النصايح الحقيقه وربنا يعمل فيه الخير نتمنى له التوفيق طبعا. طيب امبارح التلفزيونيه ليها علاقه بان التحكيم في حقبه كلاتنبرج كان أسوأ بكتير او كان خد التحكيم لتحت التحكيم المصري لتحت. فالناس علقت على التصريحات دي يا كابتن عصام بكلمك بمنتهى الصراحه. قالوا طيب ما هو اثناء تولي الكابتن عصام عبد الفتاح معايا اثناء تولي الكابتن عصام عبد الفتاح كان في برضو اخطاء جسيمه في اداره المباريات بخلاف المصطلحات اللي حضرتك ممكن تكون مقتنع بيها قلت لي من شويه. لكن في نفس الوقت الناس شايفه ان المصطلحات بتاعه روح البروتوكول والاحتواء مش منطقي. اتفضل. بص يا امير في ناس ما كانتش عاوزه عصام عبد الفتاح لانه حقاني من الاخر. الناس اللي هي مين؟ لان ما حدش بيتدخل في التحكيم. ناس كتير قوي. خد مني بقى انا مش عارف انا خلاص انا وعلى فكره يعني انا يعني مش عارف اقول لك ايه بصراحه ولكن في ناس كانت مشاكلها ومشاكل فرقها بتجيب على التحكيم. وعلى فكره فقعد سامع فتاح اللي هبط لانه يستحق انه يهبط واللي خد البطوله خدها لانه يستحق ياخد البطوله. تمام. رغم ان كان هناك اخطاء ما فيش تحكيم بلا اخطاء في العالم. خد مني بس انا بقول لك عليه. ما هو اكيد اللي خد البطوله يستحق واللي هبط يستحق ده طبيعي. في اي وقت او اي فتره من الفترات ده طبيعي. ده طبيعي. لا 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 يا بس كان في ناس بيصدروا مشاكلهم للجماهير في لجنه الحكام. في ناس ما كانتش بتتحمل مسؤوليه عملهم ربما بسبب كثره الاخطاء في هذا التوقيت يا كابتن عصام. انهي اخطاء؟ اخطاء التحكيميه اللي كان ما انا هحكي لك الاخطاء يا امير. اتفضل. هم خطأين اللي بيتكلموا عنهم. خطأين اللي بيتكلموا عنهم في عهدي انا في 6 شهور مسكت فيهم. خطأين. خطأ الاحتواء والنادي الاهلي كسب 5-3 والراجل حسب ركلتين جزاء للنادي الاهلي. لكن ايه؟ قال لك احتواء الراجل يا اخي الراجل كلمه يعني وهو بيقولها على مفهوم اداره المباراه. اللي قلت لك ان دي اهم محاضره في التحكيم. اهم محاضره في التحكيم واللي بيفهم تحكيم يعرف انا قصدي اقول ايه. دي حاجه. ثاني حاجه كان في هدف في البنك الاهلي اعتقد الاهلي والبنك الاهلي تقريبا الكره اللي كانت بتنط بتاعت رامي ربيعه يتدخل فيها الفار. يتدخل فيها الفار. وانا حتى لما اتكلمت قلت ان ما بني على الهون. انا بتكلم على القانون وروح القانون. مسكوا لك قال لك ايه روح القانون دي موجوده. ده بقى دلوقتي اهم شيء روح القانون وفوتبول اندرستاندنج في كره القدم في التحكيم. حضرتك في التوقيت ده قلت روح البروتوكول التحكيم. روح البروتوكول حضرتك في التوقيت ده قلت كده وفي نفس الوقت ايوه فاهم قصدي ايوه وفي نفس الوقت معلش يا كابتن عصام كان في حاله هي بالظبط في الدوري الانجليزي وكره اتلعبت تقريبا شبه اللعبه بتاعه الاهلي وبنك الاهلي وجه منها هدف واتحسبت عادي. فعشان كده الناس قالت بص الفرق يا كريم انت بتتكلم على موسم كامل بتتكلم حتى لو دي خطا وان الاجراءات الركلات الحره ما بتدخلش فيها البروتوكول. انا معاك. بس عاوز اسالك سؤال. تمام. سؤال لما نادي يهبط بهدف زي ده او نادي ياخد الدوري بهدف زي ده العالم كله هيتكلم زي هدف مارادونا في كاس العالم. لحد الان بنتكلم عنه. صح. ان اصلا دي من باطل. دي من خطا. خلينا نتكلم بمنطق. فانا لما قلت الروح طبعا لان لو اي نادي في العالم فاز بهدف زي ده فانت هتبقى مشكله كبيره وهنفضل نتذكره حتى الان. صح ولا انا بتكلم غلط؟ ده اللي انا كنت بتكلم فيه عن الروح.
بص 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 يا امير، عاوز من الاخر، مفيش حد عاوز يطور التحكيم، خد مني انا، مفيش حد عايز يطور التحكيم. لا 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 لا، هو المفروض مين اللي يكون عايز يا كابتن عصام؟ لو في الكل يا كريم يا امير، الكل الكل لازم يكون عاوز يطور التحكيم، الكل. صدق انا بكلمك بكل امانه، وخلي بالك كل الحكام ولادي وكل الموجودين دلوقتي من نتاج لجان سابقه كلها مصريه، وانا بالعكس دول ولادنا وعاوزين يبقى احسن ناس، وعشان كده خايفين عليهم. انا بقول لك مش همسك تاني للناس تكون فاكره انا عاوز ارجع. طب انا فاهم، انا فاهم. احنا صرفنا فلوس رميناها في الارض، في الارض حرام، ويا ريت استفدنا اي شيء، ده بالعكس احنا نزلنا لتحت. طيب يا راجل، ده الراجل كان بيقعد 3 ايام في الشهر، يا راجل 4 ايام. ده لو في، وكان ماسك حته ثانيه. يا راجل مين يقبل ده؟ ايه ده؟ المسؤولين دول يعني معرفش ازاي وافقوا كده. طب كابتن عصام، عايز اسالك سؤال، واكيد انا عارف حضرتك دايما بترد بمنتهى الوضوح والصراحه، يعني هل في فترة تولي الكابتن عصام عبد الفتاح رئاسة لجنة الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم تعرضت لأي ضغوط بشكل أو بآخر من بعض مسؤولي الأندية؟ كنت بتحارب من بعد مسؤول الأندية. كنت بتحارب. بتتحارب؟ كنت بتحارب، بس ولا كان في دماغي. لأن أنا في أي وقت أمشي. كنت بعمل اللي يرضي ربنا وضميري. خلي بالك يا امير، انا قلت لك حاجه مهمه قوي. تمام. في مصر مفيش نادي بيعترف ان هو اخطا، ان هو هبط بسبب التحكيم، ان هو ما خدش بطوله الا يقول لك التحكيم. صدقني، لان احنا الحلقه الاضعف، الاضعف. تمام. صدقني الحلقه الاضعف. فانا كنت بعمل، يعني بقول انا قلت لك في البدايه ان كان عندي اخطاء اكيد، بس للامانه احنا بنشوف حاجات صعبه قوي مع مركز كاتنبرج، وبعد كده يعني ربنا يعمل في الخير ان شاء الله يكون القادم افضل لمنظومه التحكيم المصريه. نتمنى لك كل التوفيق يا كابتن عصام عبد الفتاح في خطوتك الجديده. كابتن عصام عبد الفتاح، الحكم الدولي السابق ورئيس لجنه الحكام السابق للاتحاد المصري لكره القدم، ورئيس اللجنه الفنيه بالاتحاد الاماراتي حاليا، كان معانا في مداخله مهمه.